يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان عندي مال وبعد 10 أشهر اشتريت أرضا، فهل تكون الزكاة بعد كمال بعد تمام الحول أم يبدأ من جديد من شراء تلك الأرض؟ تبني على حول الدراهم. إذا كان عندك دراهم اشتريت بها أرض للتجارة، اشتريت بها أرض للتجارة للبيع والشراء، تبني على حول الدراهم. فرضنا أنك شريت الأرض قبل تمام الحول ب10 أيام، تبني على حول الدراهم، تم عليها حول الزكية. نعم.